تعرف بيك؟ انا طالب في كليه الطب. اسمك الاول؟ اسمي الاول فادي فرج سعد سعيد، طالب بالفرقه الثانيه. منين يا فادي؟ انا من وسط محافظه بني سويف، طالب في كليه الطب الاسنان جامعه القاهره القصر العيني. طالب حصل معايا مشكله في الكليه ووقف. انت فادي الاول واخد الثانويه العامه منين؟ واخدها من شارع مدينه نصر، مدرسه الشهيد حسام حمزه عبد العزيز الرسميه لغات. تمام. طالب متفوق في، حصل على شهاده الثانويه العامه وجايب مجموع عالي، فدخلت الكليه وحصل معايا موقف في الكليه، بيقولوا لي شؤون طلاب ارجع ما رضوش يقولوا لي الموضوع، فانا كلمت بتوع البيت قالوا لي ارجع روح شوف مشكلتك في الشؤون القانونيه الاداره المركزيه اللي تبع جامعه القاهره. انا رحت، بعد ما رحت جامعه القاهره سالتهم قالوا لي في طالب مزور شهاده الثانويه العامه بتاعتك ومنع من دخول الدخول الامتحانات، فاطلب بسيادتكم. انت الاول يعني ايه طالب مزور شهاده الثانويه العامه بتاعتك؟ يعني انا طالب حاصل على شهاده الثانويه العامه بمجموع كبير. اه. فالطالب الثاني ملوش وجود درجات الثانويه العامه، فهو عايز يمتحن صفتي الشخصيه. اسمه ايه الطالب الثاني؟ اسمه فادي ايمن منصور، حاجه زي كده، ايمن منصور حرزاوي. تمام. فالطالب ده يعني لا وجود صفه ان في الادارات التعليميه والمدرسه تثبت الاوراق الرسميه صحه الاوراق ان انا مقيد، واثبت وجودي شخصا ان اوراق رسميه تثبت حق. طب انت يا فادي معاك الاوراق الرسميه انك تثبت؟ تمام يا فادي. معايا حاجه من شارق مدينه نص تثبت بيان درجات شهاده الثانويه العامه. تمام. ده برقم جلوسي اللي انا مقيد بيه في المدرسه والادارات التعليميه دي من شارع مدينه نصر. اداره شرق مدينه نصر التعليميه. تمام. معايا حاجه تاني من الاداره العامه للامتحانات تثبت رسمي ان انا وجودي وحاصل على شهاده الثانويه العامه، رقم جلوسي اهو. باسمك انت فادي؟ باسمي فادي فرج سعد سعيد. تمام. معايا حاجه تاني زي بطاقه الترشيح اللي ما ينفعش حد يتلعب فيها رسميا، جاء رسمية. دي بطاقة الترشيح بقى اللي جاية لك وقت التنسيق. بالظبط كده. كنت طالب، كنت جايب مجموعة نسيت، حولت من طب القاهرة لطب الأسنان. تمام. وجايب مجموعة حاصل عليه الثانوية العامة، ودي طالعة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. تمام. ودي إفادة من الكلية تثبت وجودي رسمي جوه الكلية. دي شهادة كريت في الكلية. وحاصل على صحة الأوراق الرسمية جوه الملف بتاعي في الكلية. تمام. ايه بقى يا فادي المشكله اللي حصلت معاك؟ المشكله حصلت معايا في طالب من عايز يمتحن صفتي. لا يعني انت بتقول لي ان انت منعت من الامتحان. يعني قالوا لك ايه السبب؟ السبب قالوا لي في تصوير في شهاده الثانويه العامه، طالب من اسمه فادي ايمن منصور عايز يوجد وعايز يخش بدرجاتي ويحصل على شهاده الثانويه العامه ويخش بقى درجات كليه الطب بشري جامعه القاهره قصر العيني. طيب كلمه من خلالنا يا فادي توجهها لرئيس جامعه القاهره. أرجو سيادتكم في الفيديو ده، بطلب بسيادتكم الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة بوجود حقي، وأنا مصدوم دايما قدام الناس في الصورة، وكل النشروع عني على الفيسبوك ده ملوش أي وجود رسمي، وده طالب مزور يعني ملوش أي قاعدة بيانات تثبت إن هو حصل على شهادة الثانوية العامة. وأرجو من سيادتكم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأرجو من سيادتكم وزير التربية والتعليم يؤدوا كوفي ويؤدي المسؤولية، يقفوا جنبك يعني. يقفوا جنبي ويجيب لي نسبة حقي ومستقبلي اللي هيضيع في الجامعة، وده حرام ما يديش ربنا يعني على المستقبل اللي بيضيع مني في الكلية. وأرجو سيادتكم مكاتب التنسيق تراجع كويس، والإدارة التعليمية إدارة العامة للامتحانات تراجع وجودي رسمي، إن أنا طالب مصدوم، أنا ما عملتش حاجة زي كده. الطالب اسمه فادي أيمن، ده طالب مش موجود، يعني حرام لما ياخد وجودي رسمي ويخش بيه كليه الطب بشري جامعه القاهره، حرام قصر عيني، وهو ملوش وجود شخصي. فارجو سيادتكم تجيبوا لي حق في البيانات التعليميه او الاوراق التعليميه الصحيحه وتدخل امتحانك، وادخل امتحاني واسمح بدخول الامتحانات. في